طيب خلينا بقى نتكلم شوية عن الحلم أو يعني الجيرني أو طريق كل واحد وهو بيحاول يوصل لحلمه أو شغفه. بيكون في بعض المشاكل، بيكون في أحيانا خوف، والخوف ده بيوقفه عن حاجات كتير جدا. فممكن تقوليلي إيه أنواع الخوف وإزاي نقدر نحلها؟ احنا بنبقى ساعات سجناء الخوف بتاعنا. الخوف ده حاجة بشعة، احنا بنفضل قاعدين جواه ممكن ما نتحركش ابدا. في ناس بتعيش وتموت جوه خوفها، هو بيتحول الى الكومفورت زون بتاعنا. وفي فعلا زي ما بتقولي، هو في خوف من كل حاجة، خوف من كل حاجة ومن اي حاجة، بس يمكن الخوف من الفشل حاجة من الحاجات اللي بجد بجد بتحركنا جامد جدا واحنا مش واخدين بالنا. في حتى خوف من النجاح، عارفة لما تسمعي فنان مثلا بيقول انا خايف جدا عشان العمل ده فرقع وانا مش عارف ازاي هكيب اب مع ده، انا نجحت قوي 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 وخايف ان انا ما اعرفش الاقي حاجه بنفس المستوى. فحتى لما بننجح قوي بنخاف، عشان بنخاف ان احنا ما نعرفش نبقى بنسستين، نبقى ان احنا بنفضل عندنا نفس النجاح ده ونكمل فيه. فالخوف من النجاح كمان حاجه من الحاجات اللي يمكن تبقى بتعطلنا. خوف من التغيير، احنا بنخاف جدا نغير، بنخاف من المجهول، الحاجات اللي احنا مش عارفينها. في انواع خوف كتير جدا، احنا الخوف بتاعنا بيطلع لنا في كل حاجه وفي اي حاجه. والخوف على فكره حاجه مش وحشه، هو يمكن الشعور بس مش مريح، الشعور نفسه مش مريح. لكن ان احنا نبقى خايفين من الحاجه دي حاجه حلوه، لانه احنا في الاخر لو انا مش خايفه من الحاجه مش هتحضر لها. لو انا جيت الانترفيو النهارده وانا مش خايفه مش هحضر كويس، مش هبقى عارفه كلامي، مش هبقى مترتبه، مش هبقى منظمه افكاري، هبقى جايه كده وممكن اغلط وممكن اتلخبط وممكن ما اطلعش معلومه فعلا تبقى مفيده، ممكن ما ردش على اسئلتك كويس. لو انا مش خايف من التغيير مش هتحضر له كويس. لو انا مش خايف من الفشل مش هعمل دراساتي ومجهودي وبريبير واحط نوتس واعمل كل حاجه. فالخوف احنا لو بصينا له على انه هو حاجه فعلا بتحضرنا كويس وحاجه موجوده علشان تدفعنا ان احنا ناخد خطوات احسن، تعاملنا معاه هيتغير تمام. طول ما احنا بصينا له على انه هو حاجه بتعجزنا هيعجزنا فعلا. طيب ونعرف الفرق بين الخوف او الانتويشن او الاحساس اللي بيبقى في بطننا كده لو ما تعملوش الحاجه دي؟ يعني في احساس كده بيكون وحش تجاه حاجه معينه. أيوة. وبيبقى الصح فعلا ان احنا ما نعملهاش. نعرف الفرق بينهم ازاي؟ الجوت فيلينج. ايوه بالظبط، الحساسات. بصي انا بحس انه محتاجين نفولو الاحساس ده. لما يجي لك كده احساس اللي هو ايه ده، انا قلبي اتقبض كده مش عايزه اعمل الحاجه دي، انا بحس ان ده معظم الوقت بيكون صح. بس ده مش خوف. لا ده انت زي ما انت قلتي، ده انتويشن، ده احساس كده ان الحاجه دي انا مش مطمنه لها. عارفه هو شويه مش خوف بس هو عدم راحه. في فرق بين الفير والديسكومفورت، عدم الراحه اني مش مطمنه للحاجه دي او اني خايفه منها. بس طبعا عندك حق، هم في شعرايه بين الاثنين، يعني صعب قوي ان احنا نفرق بينهم. بس اي ثينك ان هي بتحتاج بس خبره، بنحتاج ان احنا نركز مع نفسنا شويه، ان احنا نبقى انتون، ان احنا نبقى مركزين قوي مع مشاعرنا، فمع الوقت هنتعلم ان احنا نفرق بين الاثنين.